بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، مساكم الله بخير، حياكم الله معنا أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج الملعب. في كل حلقة من حلقات البرنامج نستعرض وياكم آخر المستجدات الرياضية، نستضيف حلقات البرنامج العديد من النقاد والمحللين للحديث معهم أكثر حول آخر هذه المستجدات، كما يسعدنا استقبال مشاركاتكم من خلال هاشتاج البرنامج برنامج اندرسكور الملعب. مفاجآت كأس الملك مستمرة في تفاصيلها، أمس بدأ أولى المفاجآت فريق المجزل، اليوم فريقا الجيل والحزم استطاعا أن يكملا مسلسل المفاجآت أمام فرق الدوري الممتاز، وربما نشهد مشيئة الله تعالى في مباريات يوم الغد واللي بعده استمرار لهذه المفاجآت، أو أن الموضوع لا يعدو أن يكون حلم في يراود بعض هذه الفرق. هذا ما سنتحدث عنه بشكل مفصل أعزائي المشاهدين في ثنايا حلقتنا هذا اليوم مع ضيوفي الكرام، واللي راح أقدمهم لكم بعد ما أقدم بمشيئة الله العناوين. كما يسعدنا استقبال إذن مشاركاتكم لإبداء أنتم كذلك آراءكم وتعليقاتكم على هاشتاج البرنامج، أذكركم في برنامج أندرسكور الملعب. خلونا نطلع بإذن العناوين بعد أقدم لكم الضيوف. الانضباط تغرم الكنعاني بعد إساءته لرئيس نادي النصر. في اللحظات الأخيرة الهلال ينجو من النهضة بهدف جحفلي. الفتح والفيصل يغادران كأس الملك من أمام الحزم والجيل. والأهلي يحجز مقعده في دور 16 بعد هزيمة الطائي. حياكم الله معنا أعزائي المشاهدين في حلقة هذا المساء برنامج ملعب، أسعد أن يكون معي في هذه الحلقة الإعلامي الأستاذ خلف ملفي. أبو أحمد مساك الله بخير. يا أهلا وسهلا، حياك الله علي، مساء الخير، ومساء الخير للمشاهدين والمشاهدات والزميل العزيز ايضا حسين شريف. بالضبط من جده. يعني انت يا تكمل تقديمه ولا خلينا نقدمه من البدايه؟ يعني رحبه من ضمن يعني كونه نعرف انه احد الضيوف تالي. طيب اذا ما حرقت علينا شيء واكيد انك ما راح تحرق علينا اشياء كثير، الان الثقافه على قولتهم الرياضيين صارت عاليه، يقارعونك فيها ويجادلونك فيها، لكن دائما يثبت على قوتهم علو كعبك على كثير من الآراء والانتقادات. لا لا عفوا، راح نسمع فيها بشكل مفصل. خلوني بس قبل هذا أرحب بالإعلامي كذلك والصحفي الأستاذ حسين الشريف. أبو خالد مساك الله بخير. مساء النور، أمس عليك أخوي علي ومسي على ضيفك العزيز أبو أحمد، وأنا سعيد دائما وأبدا بحضور التواجد معه، كما أمسي على فريق عمل برنامج ومتابعينه في كل مكان. دائما يثبت حتى كذلك علو كعبك أستاذ حسين الشريف، وهذا اللي ما راح يثبته الدقائق قادمة بمشيئة الله تعالى حول بعض الآراء والتعليقات، خصوصا فيما يتعلق بمقارعة فرق دوري الدرجة الأولى لدوري الدرجة الممتازة. ما حابين نحرق على أنفسنا كثير من تفاصيل هذا الموضوع، خلونا نبدأ بأول محور محاورنا يتعلق بكرة اليد. وفي تفاصيل الخبر أعزائي المشاهدين الكرام أنه وضع المنتخب السعودي الأول لكرة اليد قدما على أعتاب التأهل لمونديال فرنسا 2017 ميلادي مشيئة الله، عقب تخطي نظيره الصيني بنتيجة 34-20، وذلك يوم أمس الخميس ضمن مباريات اليوم الخميس وليس أمس، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة مباريات البطولة الآسيوية 17 لكرة اليد المؤهلة لكأس العالم. وحقق المنتخب السعودي انتصاره الثالث في البطولة ليصل إلى النقطة السابعة التي وضعته في وصافة المجموعة الثانية بانتظار اللقاء الأخير أمام البحرين المستضيف مساء يوم السبت مشيئة الله. وتمكن المنتخب السعودي من بسط سيطرته على مجريات اللقاء منذ البداية حتى النهاية بفضل التحركات الرائعة للاعبين الأخضر الذين لم يتركوا المجال أمام المنتخب الصيني. من مستجدات كذلك منتخبنا لكرة اليد أنه استطاع رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد أن يحل مشكلة كانت تتعلق بمنتخبين شقيقين مشاركين في هذه البطولة.
في تفاصيل خبرنا، استطاع رئيس الاتحاد العربي لكرة اليد الأستاذ تركي الخلاوي خلال تواجده في البطولة الآسيوية أن يتدخل لدى الاتحاد البحريني وبطلب من الاتحاد الجزائري لحل إشكالية عدم مرافقة المدرب الجزائري الكابتن صالح بوشكرية لمنتخب بلاده في البطولة الأفريقية التي انطلقت في القاهرة على إثر فض العقد من قبل المدرب والذي كان قائما حتى فبراير 2016 مع المنتخب البحريني. ما حدا بالبحرين اللجوء لاتحاد الدولي للعبة والذي اتخذ بدوره قرارا يمنع بوشكرية من مرافقة منتخب بلاده قبل حل الموضوع مع الاتحاد البحريني، وقد حرك الأستاذ الخلاوي المياه الراكدة ما أسفر عن موافقة الاتحاد البحريني على مرافقة المدرب لمنتخب بلاده في هذه البطولة على أن يتم حل الموضوع لاحقا. ضيوف الكرام أعزائي المشاهدين الكرام، حابين ندخل في تفاصيل هذا الموضوع بس ربما لا نرغب أن نطيل فيه الكثير. خلونا نبدأ معك أبو أحمد فيما يتعلق بنتائج المنتخب السعودي لكرة اليد. النتائج مشرفة وطيبة جدا، يعني اليوم استطاع أن يفوز بفارق من نتيجة 34 إلى 20 تقريبا 14 نقطة. المباراة اللي قبلها قدام لبنان استطاع أن ينتصر بفارق 19 نقطة، النتيجة كانت 13 إلى 32. قبل ما اسمع تعليق اسمح لي واسمح لي أبو خالد والأعزاء المشاهدين الكرام أنوه على أن المباراة القادمة يوم السبت مشيئة الله تعالى ستكون المباراة الأخيرة، واللي عضوه بمشيئة الله راح يتحدد ما إذا كان المنتخب سيستطيع إلى أن يتأهل إلى المونديال في فرنسا 2017 ولا لا. المباراة ستلعب الساعة 7 مشيئة الله. أبو أحمد، والله منتخب اليد يستحق مساحة كبيرة من الثناء، يستحق مساحة كبيرة من أن يأخذ حقه، وهو يتقدم من مباراة إلى أخرى، يحقق التطلعات، تتوازن النتائج مع ما يذكره ويتكلم فيه الأستاذ القدير جدا تركي الخلاوي الذي دائما يملأ منصبه بالنجاح بالعمل بالوضوح بالشفافية. ولعلي أستذكر كلامه في بعض المداخلات أنه قال أنه وضعنا كل إمكاناتنا وجهودنا لكي نحقق التأهل، أي لاعب لو عنده إصابة بنسبة 1% لم نشرك في المباريات السابقة التي قبل هذه البطولة، وتم تهيئة جميع اللاعبين ليكونوا حاضرين بكل إمكاناتهم في هذه البطولة. وطبعا ندعو الله أنه ما يصاب أي لاعب، هذا كان كلامه، أنه إحنا نخشى فقط أن يصاب أي من اللاعبين أو بعض اللاعبين النجوم، هذا هو الذي يؤثر علينا. أما باقي المنتخبات إن شاء الله المنتخبنا قادر على تجاوزها ويصل إلى المونديال ويحقق الطموحات، وبدورنا نعاضد هذا العمل، ندعو له إن شاء الله أنه أيضا يحقق الطموحات. هذه النتائج اللي ذكرتها بالفعل تؤكد أنه العمل احترافي 100%. كرة اليد عودتنا دائما على الحضور القوي، والأستاذ خالد تركي الخلاوي في كل المناصب اللي شغلها دائما ناجح، وأيضا هو تدخله في ما يخص المنتخب البحريني والمدرب الجزائري هذا أيضا تعزز قيمته كرئيس اتحاد عربي يحاول أن يحل مشكلة عربية إن صح التعبير. فلذلك دائما هو يعني جميل في الموعد، دائما يحقق النجاح. نتمنى المنتخب إن شاء الله أن يحقق الحلم ويتأهل إلى المونديال. اسمح لي خلينا نقل فكرتك هذه الأخيرة وحولها إلى أستاذ حسين الشريف. الأستاذ حسين سمعت هنا عندنا أبو أحمد وقت ما قال إنه الأستاذ تركي الخلاوي كل المناصب تقريبا اللي شغلها كان ناجح فيها، وأنا أحول الفكرة هذه إلى سؤال: أهمية وقت ما يكون قائد الاتحاد أو قائد المنظومة رجل ناجح ورجل ذو شخصية، وما يثبت ذلك وما أدل على ذلك إلا أن في تدخل هذا يعني الطرفان استمعا إلى ما تقدم به؟ بالفعل يعني إحنا لو تحدثنا عن الأستاذ تركي الخلاوي لأن في حقه على الصعيد دوره الكبير في تطوير كرة اليد ودعمها والاهتمام بها، والنتائج التي تتحقق المنتخب ما هي إلا ثمار تلك الجهود. أيضا على مستوى الحضور القوي في حل إشكالية المنتخب البحريني ومع الأخوان الجزائريين أعتقد أنه دور كبير، وهذا ما تعودناه، هذا ديدنا القيادات السعودية في كثير من القضايا منذ زمن طويل، والقيادات الرياضية السعودية تحضر في حل كثير من القضايا العربية وتساهم في كثير من حضور المنتخبات والأندية العربية في مختلف الألعاب في المشاركات، وتسهل عملية تحضير من أجل تشريف الكرة العربية. ونحن صراحة نفتخر حقيقة بهذا الدور اللي يقوم به
تركي الخلاوي، وزي ما ذكر أخي وصديقي خلف ملفي إن تعودنا من منتخب كرة اليد أو لعبة كرة اليد أن تظهر بمظهر مشرف أو تحفظ ما وجه الألعاب المختلفة، ولا سيما الألعاب الجماعية كالسلة والطائرة التي غابت كثيرا عن مشاركات خارجية سواء كأس عالم أو كأس آسيا. طيب. اللي أشير له عفوا اسمح لي بالنسبة لقوة شخصية الرئيس، حقيقة أستاذ محمد الخليوي لا يحتاج أن نزايد على شخصيته عن حضوره عن قبوله لدى المجتمع الرياضي عن دوره الكبير الذي يبذله من خلال منظومة عمل متكاملة. أنا في تصور الشخصي النجاح عادة يكون للمنظومة بشكل عام، الشخص الذي يستطيع أن يخلق فريق عمل متناقم الأدوار. طيب. منسجم المهام يستطيع أن يحقق نتائج جيدة. أيضا المجتمع الرياضي لابد أن يكون متعاون وفي مقدمة هذه الجهات الإعلام بشكل عام. جميل، خلينا نرجع لك بنفس فكرتك، بضاعتكم ردت إليكم لكن إجابة المرة هذه أبو أحمد، وأحب يعني أعزز نفس الفكرة لأهميتها. طبعا إحنا وقت ما نشوف الأداء فعلا يؤدى بقائد يعكس قوة شخصيته ونجاحاته على اللاعبين. نعم. بمختلف مهما كانت نوعية. صحيح. اللعبة. على نقيض هذا شفنا أستاذ أحمد عيد كان متواجد مع كامل احترامي اللي يكون لشخصه، لكن أتكلم من ناحية إدارية، في دكة الاحتياط وقت ما كان المنتخب السعودي كان يؤدي ويلعب. بالمقابل أداء اللاعبين وقت ما كانوا يسمعون عن مكانة أستاذ أحمد عيد لدى الإعلام والشجب اللي قاعد يحصل تجاهه، ما أدوا الأداء اللي احنا نقول وراهم قائد قاعد يعني يسلط الضوء عليهم. طبعا في اختلاف كبير جدا بين كرة القدم والألعاب المختلفة بشكل أو آخر، لكن لا تجي من هنا، لا تجي من هنا، دقيقة بس، انت فهم اللي أنا أبغاه. أنا عارف بس دقيقة، أنا أقصد وصلتك الفكرة. أحلم على طول أكيد بعطيك، بس أنا أقول لك لازم أول شيء نؤسس لرأي، خاف الوقت ما يسعفنا ترى أبو حمد. طيب أنت الآن قاعد يعني أنت اللي قاعد تخني، خلني أقول لك بس بسرعة. طب أحلم على طول. شوف القائد يبقى قائد في أي مكان، يبقى له شخصيته في مكان، يفرض حضوره في أي مكان بغض النظر. لكن أحمد عيد مع المنتخب الأول حضر بقوة في كثير من الأزمات، لكن كان قدامه أحيانا يصير مشرف إذا وجد مشرف، زي مثلا في مرحلة الدورة الخليج كان في الدكتور عبد الرزاق داود كمشرف، وبالتالي في واحد مباشر مع اللاعبين في بعض. لكن في بعض المباريات مثلا اذكر لك اللي قبل عام لما تاهلنا عن طريق الصين، اذا تذكر لنا لعبنا مع الصين في الصين، كان المرافق الرئيسي معهم احمد عيد، كان في حضور نفسي عالي جدا من اللاعبين لانهم يحسون بشخصيته كقائد وكلاعب سابق. لكن اذا تتكلم عن القائد شخصيه احمد عيد ما هو القائد القوي في تعامله مع الناس او في تفاعله، اثر سلبا على نتائج المنتخب الاخير. لا، المنتخب الاولمبي قضيه مختلفه، ما هي قضية أحمد عيد إنه شخصية ولا غير شخصية. ما فهمنا كلامك يعني أبو أحمد. كأنك انعطفت يوم جيت. قلت لك المنتخب الأول. قلت لك المنتخب الأول في مرحلة مراحل كان هو معه مباشر ونسوى نقلات. أنا أتكلم عن فئة المنتخب. أتكلم عن إيش؟ أتكلم عن الشخصية نفسها أحمد عيد. كان موجود هناك وكان موجود هنا. الشخصية أحمد عيد كشخصية قيادية يفتقد لقوة الشخصية. هذا الكلام كله إحنا كل الناس تحترمه في أخلاقه وفي تعامله في منطقته، لكن قوة القرار. مثلا أعطيك على سبيل المثال، مدام ذكرت أحمد تركي الخلاوي، قبل سنة ونص تقريبا العام قبل الماضي كان في منتصف الدوري أو نهايته صار في تلاعب في النتائج، مش صار القرار. القرار هبطت بعض الأندية إذا كنت تذكر، وبعض اللاعبين وقفوا لفترة طويلة جدا، كان من أقوى القرارات في تاريخهم ربما كرة اليد. أوكي، لماذا؟ لأنه رجل فاهم اللعبة ورجل نظامي ورجل قوي في اتخاذ قرار. طيب. لو جيت على اتحاد القدم أعطيك مثال، تذكر الثلاث لاعبين اللي كانوا وقفوا لمدة أعتقد شهرين ثلاثة شهور ثم أجت مباراة ورجعوهم، هذه واحدة من ضعف من 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 عدم الحزم في القرار. ولا ننسى القرار مثلا في اتحاد القدم الحالي. طيب. القرارات اللي صارت ضد الأهلي، قرار لجنة انضباط، قرار اللجنة الفنية، ما يحدث يعني اللجنة الفنية ما يحدث على مستوى العمل بشكل عام، في ضعف في اتخاذ قرار، هذه واضحة الناس كلها. يعني بالنهاية فعلا الفكرة هذه السائدة صحيحة، يعني واربط لك يعني النجاح يعكس صورة القائد. واربط لك شيء ثاني، انا شخصيا من هالموقع اتمنى انه واحد من الناس اللي تقدم للمنافسة على رأس اتحاد القدم تركي الخلاوي، عنده خلفية رياضية كاملة في كل المجالات وقائد ونجح في كل ما كان قائد. طب هذه مهمه جدا، اعطيتك امثله على
على وجوده مع الاتحاد اليدوي. وقوي شخصية على فكرة وقوي كان شخصية أول شيء كان مثلا نائب رئيس نادي الشباب مع مين؟ مع خالد البطان. وخالد البطان تعرف مدى قوته الضاربة، ومع هذا كان مسيطر عليه، كان أيضا معاه بشكل جيد بشكل ممتاز جدا. لاين سبورت قادها بنجاح لو لم تحدث المشاكل اللي نحن فقيادته، مش قيادته فقط انه يفرض شيء معين، لا قيادته انه الحزم الحكمه اتخذ قرار مناسب في الوقت المناسب. جميل ابو خالد، المعرفه بالقوانين والانظمه حلو. على فكره ترى تركي خليوي من الناس اللي ايضا عندها المان في القوانين والانظمه. واخر شيء الان رئاسته لجنه توثيق البطولات قدم عمل مميز الان من خلال لقائه الاخير اعتقد مع الزميل تركي العجمه. نعم مع الزميل تركي العجمه قدم معلومات. حلو كلامك، بس انا انت تعجبك بالفعل عن قضيه انه النجاحات، وانا اقصد قوه شخصيته. ابو خالد باقل من دقيقه تأيد الطرح اللي يعني ثنى عليه حتى الاستاذ خلف هنا، لكنه وقت ما قال تركي خليوي يرشحه من مكانه هنا، يرشح ان يكون هو واحد من الاسماء اللي مترشحه للاتحاد السعودي لكره القدم. اخوي علي، الامور من وجهه نظري لا تقاس بهذه الطريقه لعده اخبار لعدة اعتبارات. أولا الضغوطات التي على كرة القدم تختلف تماما عن كرة اليد. كرة اليد حقيقة لا شك أنها ناجحة وتقدم عروض ممتازة، لكن لا نجد هناك ضغوطات لا إعلامية ولا جماهيرية تجاهها، بالتالي العمل داخل منظومة كرة اليد ربما يكون أهدى وأكثر تركيز. بينما كرة القدم وإشكاليات كرة القدم والضغوطات العالية تمارس على اتحاد القدم وعلى الأندية والجماهير والصخب الشارع الرياضي والمجتمع الرياضي كله ينصب عادة على اتحاد الكرة أو على الأندية أو على الشخصيات الموجودة بغض النظر أحمد عيد أو غيره. أنا هنا لا أبرر ساحة الاتحاد السعودي بشكل عام من العديد من الأخفاقات في كرة القدم وآخرتها المنتخب الأولمبي، لكن لكل شيء له مسببات. لو كل بحثنا لهذه المسببات وطلعنا عليها وحاولنا نحل المشكلة بالشكل الصحيح لما تفاقمت الإشكاليات التي تعاني من كرة القدم. الاتحاد السعودي الحالي له إيجابياته وله سلبياته، ربما طيب. سلبياته أكثر. هذا واضح كله، بس تركي خليوي ترشحه ولا لا؟ تركي خليوي من الشخصيات المميزة وأرشحه لأي منصب رياضي، وهناك في الوسط الرياضي العديد من أمثال تركي الخليوي ومن الناس الناجحين. لكن هل إحنا كمجتمع رياضي نساعد الاتحاد الجديد على النجاح، ولا لا نزال نمارس الإسقاطات ونمارس إن كل ما يحدث للرياضة السعودية بسبب كرة القدم؟ بينما إحنا لو نظرنا للاعبين هم مخرجات الأندية. أنت ذكرت في بداية حديثك أخوي علي أن تقول اللاعبين عندما شاهد أحمد عيد على دكة الاحتياط لم يكن هناك دافع معنوي كبير. يا اخي الفاضل اللاعبين اذا كان وهذا انا اقول انا لا تنصب كلام لي انا، هذا اللي يرددون الاعلاميين وانت واحد من الاعلاميين اللي يرددون. انا اقصد اللاعب السعودي عندما يكون في تمثيل وطني لا ينتظر ان يستمد الوطنيه من شخص قاعد من قاعده احتياط، لابد ان يكون هذا مو وطني. ما دخل بالوطنيه عن قياديه الروح العاليه الروح العاليه. احنا كثير من الانديه والمنتخبات رؤساء غير متواجدين في البلد ومع ذلك تحقق نتائج. على سبيل المثال الاهلي المصري 30 سنه برئاسه صالح سليم وكان بطل افريقيا. طيب. يعني مثلا ما نقدر بالطريقه هذه لان في هناك مشرفين وهناك اسباب. طيب. منتخب الاولمبي في كثير من الاشياء التي سوف تكشفها الايام في من طيب. من بحث عن اسقاط المنتخب الاولمبي. طبعا نحفظ كامل الحق للاستاذ احمد عيد، اسم مو اي احد يقدر ينال من اسم الاستاذ احمد عيد في مجاله الكروي وفي تاريخه، لكنه هنالك بعض النواقص اللي يتحدث عنها استاذ خلف مثلي وتحدث عن عمل الاستاذ حسين عمل. الشريف تكلم عن عمل بشكل واضح ويبقى الموضوع حاجه بسيطه مع حسين، ما ودنا ناخذ هذا محورنا وانا عارف انه يستحق صراحه حاجة بسيطة، بس لان عندنا ترى محاور اخرى وحاب نتكلم حاجه بسيطه جدا. اتحاد القدم برئاسه الاستاذ احمد عيد هو اللي يتحمل اخفاق المنتخب الاولمبي. هذه وضحت جدا، هذه مو انا قلتها ولا اي واحد قالها، كل الدلائل موجوده لو اردنا نفصلها فصلنا. يعني اذا اردنا ناخذ المعايير الحقيقيه والمشاكل الحقيقيه، اتحاد القدم برئاسه الاستاذ احمد عيد كمجلس اتحاد قدم هو المتسبب الرئيسي في اخفاق المنتخب الاولمبي. انا اتمنى احنا راح نستمر في حلقتنا في بقيه المستجدات، لكن اتمنى اذا كان الاستاذ احمد عيد يعني يسمعنا انه يتداخل معنا يوضح بعض الافكار اللي قدموها ضيوفي الكرام. وطبعا الامر في الاول والاخير يبقى الاستاذ خالد خليوي وقت ما رشحه الاستاذ خلف ملفي في حال انه حب هو فعلا يقدم نفسه للترشح لرئاسه كره القدم. من المستجدات كذلك اللي حدثت هذا اليوم او خلال 24 ساعه الماضيه اعزائي المشاهدين الكرام، انه لجنه الانضباط في اتحاد القدم اصدرت هذا اليوم ثلاث قرارات، واحد من اهم هذه القرارات يمس شخصيه الاستاذ كنعان بن منصور الكنعاني وهو رئيس مجلس اداره أو عضو مجلس إدارة نادي الشباب،
وفي فحوى أو في تفاصيل المخالفة التي ألقيت عليه أنه بسبب دعوة رئيس مجلس إدارة نادي النصر ضد شخصية الأستاذ كنعان الكنعان. ومنطوق القرار كان على جزئين، الأول إلزام المدعى عليه أستاذ كنعان بأن يدفع لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم في البنك المعني غرامة مالية قدرها 40,000، ثانيا قرار قابل للاستئناف. لأخذ المزيد من تفاصيل حول هذا الموضوع يسعدني أن أستقبل في الطرف الآخر من الهاتف الأستاذ كنعان بن منصور الكنعاني. أستاذ كنعان مساك الله بخير، حياك الله معنا في برنامج الملعب. يا هلا والله وسهلا. أستاذ كنعان، أول شيء القرار قابل استئناف، أنت راح تستأنف ولا لا؟ لا ما أعتقد بستأنف. ليش؟ ما يستاهل أني أستأنف. أول شيء أنا كان دفاعي عن الكيان الشباب وعن جمهور نادي الشباب ولجنة الانضباطية تعرف الشيء هذا كثير، ومع الأسف يعني أعتقد أنه يعني أنا أقول أنه الخلل كبير أصلاً، الخلل من رأس الهرم مو من لجنة الانضباطية. طيب معليش، أنت أقل شيء استأنف، إذا كان عندك شيء تقول استأنف. أنا قلت الأشياء كلها أصلاً، يعني سالح عن 40,000 ريال، لا أنا عشان كرمال جمهور نادي الشباب لو كان 40 مليون بعدها، يعني أنا أقول اللي أصدر القرار هذا ما حاول إنه يطالع حركة اللي يعد الجمهور. طيب أنا سؤالي، أنت تأكدت من صحة الفيديو اللي علقت عنه؟ ما تأكد، إذا أنا ما تأكدت المفروض هو يأكد، لأنه جلس 4 أيام 5 يأكد ويقول لا أنا ما كنت أعد الجمهور. ثاني يقول أنا جالس أنا وعبد الله الشمري أقرأ بقرة قل ربي عد العشرة يلا. يقول كده بس. طيب انت بالمقابل يعني العالم كلها اللي قاموا تكلموا وقالوا الحركه دي مي كويسه صاروا على خطا، وهو اللي على صح مثلا. اي بس انه يعني خلينا ارجع اقول لك، هو حتى لو كان كلامه كنايه عن شيء، لكن انت كان كلامك صريح، انت تقول تاريخ الشباب اكثر من تاريخ الرئيس النصر. انا ايوه انا لازم اتكررها واقول انا تاريخ واحد من جمهور نادي الشباب افضل من فلان، مو عيب يا أخي. يجي واحد يقول لي أنا تاريخي أنا أفضل منك يا كنعاني، إيش فيها؟ ممكن يعني أنا لي أفهمه منه بعدم رغبتك بالاستئناف إنه كلمة أنت في خاطرك وقلتها وخليهم يسوون يسوون وسووها وأنا راضي. لا أنا أقول إذا جت حركة مثل هذه أنا بطلع بتصريح أشد وأقوى. إيه بس إيش اللي يثبت إنه هذا اللي قاله؟ يعني شوف ما تقدر تدين أحد ما في إثباتات، وبالإضافة إلى إنه لمح تلميح ما تقدر تمسك عليه شيء. لمح ذكر قبل تصريحي انه فيصل بن تركي قال كذا كذا كذا، صح ولا لا؟ ليش ما طلع ونفى انه مو صحيح واني احترم واقدر جمهور نادي الشباب؟ هو مو مضطر انه يطلع ويقول لك انا قلت ولا ما قلتها، وانت تدين الشخص. اشوف انا احاول انه بنفس الوقت اوضح بعض الامور، انت تدين الشخص بالعباره المباشره والواضحه، لكن فيديو ربما فعلا ما كان يقصده، ربما ما كان يقصد بالفيديو انه كان يتكلم لجمهور نادي الشباب الكيان المهم. يعني يقول انه هذا جمهور نادي الشباب كيان عظيم. هو مو مضطر يقولها. ها؟ مو مضطر يعني يقول. شلون؟ يعني وش طيب معليش هو ايش كان يقول؟ ما ادري شو قال، هذا شيء بينه وبين عبد الله عنزي. هو بينه. طيب انا اقول ان الرجل الان انا على استعداد يطلع ويقسم بالله انه ما قالها انا اطلع واتاسف. هو مو مضطر يسوي كذا. خلاص وانا ما مضطر اني استانف، تعرف ليش؟ لانه ال 40,000 كرمال جمهور نادي الشباب دفع عنه اعتبر انه انا كويس. اي بس انت تعرف ايش معنى كلامك هذا؟ معناته انت تسن سنه، غيرك راح يسوي نفس الشيء، وربما عقوبتك القادمه قد تكون لا سمح الله شطب او منع مثلا سنه سنتين، لانه انت الى الان الرجل وان شف وان انا اقول ربما كان يقصدها، الا انه ما في شيء صريح، ما في عباره واضحه. يا اخي طلع كذا واحد وبين الشوطين تكلموا وعادت اللقطه عيدت كم مره في 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 في, في بس ما في كلام، سمعت كلام ما في عباره واضحه. اخي احنا نضحك على بعض يا اخي، احنا تدري وش مشكلتنا احنا بالمجال الرياضي؟ قاعدين نضحك على بعض الين طلعنا من قبل امس المباراه. هذه وجهة نظرك يا طول العمر. التصفيق. هذه وجهة نظرك يا طول العمر، لكنه احنا بنفس الوقت يعني انا اقول استأنف، واللي في خاطرك قل عند لجنة الاستئناف. لا والله اللي بخاطري يعرفون لجنة الاستئناف. طيب هم عارفين صح.
حاب تضيف شيء استاذ كنعان؟ الله يعطيك العافيه. انا شاكر لك مداخلتك. الاستاذ كنعان بن منصور الكنعاني اداري نادي الشباب. في تعليق ابو خالد ابو احمد ولا نروح للمستجد اللي بعده؟ والله ما سمعت شيء من كلامه. ما سمع شيء؟ ليش ما سمع شيء؟ ماني ما اعرف كلام نشرت لي ولا سويت شيء؟ قلت لك انا اقول للشباب ما اسمع. ثانيا القضيه لا تستحق اللي قال بالمختصر. القضيه اللي قال بالمختصر ايش سبب؟ لا اسمع شيء اللي قال عشان ايش سبب بس خليني من كلامه. سبب الفيديو اذا تذكر اللي كان انتشر رئيس نادي النصر مع عبد الله العنزي كان يأشر. طيب وبعدين وش قال؟ رفع هو طلع في احد اللقاءات استاذ كنعان وقال تكلم يعني قال انه شخص تاريخ الشباب اكبر من تاريخ رئيس نادي النصر. قالها كذا رئيس نادي النصر. فاللي حصل اللي اتصاله قبل شوي قال انا لن استأنف. لا بس معليش واللي في خاطري قلت عندك نص العقوبه. نص العقوبه انا قلتها قبل شوي. لا قصدي التسبيب. تسبيب اللقاء لان دائما لجنه انضباط عندما تعاقب تقول لانه هذا سابقا. الان خلينا حتى اوريها للاعزاء المشاهدين الكرام. الان بعد قياده الاستاذ بنصر صارت يعني توضحها بشكل نقاطي. تجيب لك اول شيء رقم القرار تاريخه حتى بشكل جدول. التسبيب اللي حاب انت تقوله جابوها بكلمتين انه الموضوع نقطتين دعوى رئيس مجلس اداره نادي النصر ضد عضو مجلس اداره نادي الشباب وجابوا لك منطوق القرار. تسبيب قد يكون فيه لكنه اراد الاستزاده يرجع. انا معك شوف إيه؟ دائما ينص انه ذكر قال كذا وكذا وكذا والنص بدا كذا كذا. اذا ما ذكروا التفاصيل انا شخصيا ما اقدر اعلق. طيب وهذا عيب. وهذا عيب في لجنه الانضباط لانه يجب ان تقنع الشارع الرياضي لماذا عاقبت فلان اذا لم تظهر التسبيب. قصدك اذا لم تظهر التسبيب فهي هذا عيب. نعم لانه كل اللجان السابقه الانضباط كل اللجان السابقه كانت تشرح لك كل التفاصيل الممله احيانا صحيح الى درجه انها تذكر الحوار كاملا. طيب وبالتالي انا اذا ما لاني ما طلعت على كلام اذا كان فقط الكلمه اللي قالها الان فقط النص الكلام اللي قلته ما اعتقد بس حق العقوبه. ما في اساءه مباشره. ما في اساءه حتى لو بالتلميح. ما في ساعة من رئيس النصر ولا من الأستاذ كنعان؟ من الكلام تقول الآن إنه كنعان يقول لك مثلاً تاريخ نادي الشباب أكبر من رئيس النصر أيا كان رئيس النصر رئيس الاتحاد رئيس مدري مين. ما في ساعة دي. فعلى أساس عاقبه؟ إذا كان هذا النص أنا أخشى إنه يكون في نص ثاني بني عليه. طيب. وبالتالي في إساءة حقيقية. طيب. وإذا كان هذا النص لو يستأنف كنعان بنص قانوني انا اعتقد انه يكسبها يعني ينقض اذا كان هذا النص اللي تقوله. طيب قد يكون هناك كلام اخر ولذلك انا اقول لجنه الانضباط يجب ان تكون واضحه وشفافه مثل اللجان السابقه تكشف التفاصيل لكي المتلقي يعرف بالضبط ما هي الاساءه. واضح. ابو خالد عندك شيء تضيفه ولا اكمل؟ لا في نقطه معينه حقيقه. اولا يعني المقطع الفيديو اللي انتشر الامير فيصل بن تركي والكابتن عبد الله العنزي ما في ادانه صريحه بحق جمهور نادي الشباب. الكل تحدثنا احنا وربطنا ما بين لقطتين لقطه الامير وجمهور الشباب وكلنا يعني كلام عام نقول بالفعل كان يقصد نادي الشباب لكن قانونيا حتى تثبت ادانه الامير فيصل بن تركي تحتاج الى يعني مدخل قانوني في الموضوع. الامير تركي فيصل بن تركي ظهر في التلفزيون يشير على اتجاه معين. هذا الاتجاه ما هو محدد ولا في ادانه حقيقيه للامير فيصل بن تركي. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه بالفعل كما ذكر ابو احمد يعني اذا كان القرار بخصوص الاخ كنعان ان تاريخ الشباب اكبر من تاريخ النصر او تاريخ اللاعب معين كلام عام يا اخي ما في اساءه. ليه احنا نعمل احتقانات من لا شيء؟ كلام عام يعني في هناك مفردات ومصطلحات ظهرت في الوسط الرياضي يعني بشكل يعني سيء جدا لم نجد هناك قرارات في هذا الجانب. فانا حقيقه من وجهه نظري ان الموضوع حجم واخذ وضخم في اتجاه معين من مفترض تجاهله كان افضل طريقه. لكن في نقطه بحب اشير لها يبدو ان الاخ كنعان ونادي النصر وإدارة نادي النصر في ترصبات قديمة في أكثر من موقف وأكثر من خبر قرأته في هذا الاتجاه احتدامات نادي النصر قد سبق ومنع الأخ كنعان من دخول نادي الشباب وقبل ذلك كان هناك عندما كان مشرف لدرجة الشباب والناشئين الله ما أدري ما أذكر بالضبط لكن في ترصبات بين هذا العضو نادي الشباب الأخ كنعان وبين إدارة نادي النصر. لكن مجمل الحدث لا يستحق كل هذا الضجة ولا يستحق أيضا هذه الغرامة بالنسبة لأخ كنعان. طيب المغرد على هاشتاج البرنامج أبو نايف ونواف فيما يتعلق بالترسبات هو ذكر نفس عبارتك قال أعتقد أن أستاذ كنعان لديه ترسبات قديمة مع نادي النصر و
وحاجز السواد يقول قضية كنعان الكنعاني مع فيصل بتركي تؤكد أن بعض إداري الأندية لا يملكون الحكمة وبعض تصرفاتهم تؤجج التعصب. عقب أكثر مرة على هذه المواضيع. بس أنا أقول وقلت تغريدة في حينها، قلت في ظل اللغط وفي ظل الاتهامات والتفسيرات الكثيرة ضد هذه اللقطة تحديدا، من واجب الأمير فيصل بن تركي أن يوضح اللقطة، إما أن ينفي أنه بس مو مضطر هو يطلع يقولها. طيب يا أبو أحمد، مو مضطر أي واحد يسويها. أنت أديني بشيء أنا أقوله بشكل مباشر. خلنا أكمل جملتي بس. من واجب الأمير فيصل بن تركي كرجل قيادي، أوكي، عليه لغط كبير في هذا الأمر، أنه يقول الكلام الذي قيل في هذا الأمر ليس صحيحا واعتز بنادي الشباب، أو يعتذر عن اللقطة. هذا إذا اعتذر عن اللقطة إدانة. شوف إذا اعتذر هذه إدانة يا أخي. إذا الاعتذار أنت، هل أنت معصوم الخطأ؟ قد تكون اللقطة التقطت بغير قصد، هو لم يكن يعرف أنه هل تعتقد أنه بيتعمد يقول كلام هذا عشان يستفز جمهور الشباب وعشان يستفز جمهور أحد؟ ربما تكون لقطة عابرة ورصدت، وفي كثير من اللقطات رصدت وطلع في الأخير. لذلك أنا أقول إحنا إذا كنا بالفعل ننشد رياضة حقيقية وتنافس حقيقي، إيه بس أنا ما كان في ظل اللغط. شوف أنا هذا رأيي، أنت رأيك يختلف. أنا رأيي كشخص خرمل فيه وقلت في حينه، إذا الأمير فيصل بن تركي ونحن نثق أنه ينشد الصالح العام، في ظل هذا اللغط الكبير، من واجبه، مش فقط من واجبه، إما أن ينفي جملة وتفصيلة أنه اللقطة التي فسرت بكذا وكذا من كثيرين ليست صحيحة ولم أقصد فيها جمهور شباب، أو يقول نعم أنا أخطأت وأعتذر. ممكن يسويها؟ أنا قلت هذا رأيي، ما أدري عنه، هو حر. أنت برأيك أنا يعني قراءتك شخصية الأمير فيصل بن تركي، فيصل بن تركي في يوم من الأيام اعتذر عن بعض الأخطاء. طيب أبو خالد شو رأيك؟ أنا إذا قام الأمير فيصل ووضح التصرف هذا، فهذه يعني الأمر راجع له، لكن لا يوجد هناك مبرر الأمير فيصل بن تركي يوضح في هذا الجانب. يعني صراحة التجاوز هذا الأمر كان ينبغي من الشبابيين بشكل عام ومن الأخ كنعان، لكن أرجع وأكرر يعني ضخم الموضوع، لأنه بالفعل هناك ترصبات. طيب. من هذا الترصبات انطلق الأخ كنعان في تعبيراته. طيب. التي أيضا هي لا تستحق الغرامة ومفردة عابرة، وتمنيت من الأمير فيصل بن تركي أيضا تجاوزها، لأن هناك أمور أكثر بكثير مفترض إدارة الشباب وإدارة النصر تعمل عليهم، فريق النصر وفريق الشباب في طيب. مراكز تستحق الاهتمام. جميل. أكثر واضح. من الاهتمام بهذه المفردات العابرة. أنت قلت رأيك أبو خالد وأنت أبو أحمد قلت رأيك كذلك. نعم. أن لجهة الضباط إذن من القرارات اللي اصدرتها هذا اليوم بقي قرارين. القرار التالي هو امتناع لاعب فريق نادي الاتحاد عبد الرحمن الغامدي عن الحضور في منطقة اللقاءات السريعة الحصرية بعد مباراة فريقي نادي الوحدة مع نادي الاتحاد التي قيمت بتاريخ 14/3/1437. وبناء عليه، واحد، إلزام لاعب نادي الاتحاد الرحمن الغامدي بأن يدفع لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم مبلغ 15,000. واثنين، قرار قابل للاستئناف. والقرار الأخير اللي صادر من لجنة الاستئناف برئاسة الدكتور خالد بن نصر، موضوع احتجاج مقدم من فريق نادي النصر ضد فريق نادي القادسية على نظامية مشاركة أحد اللاعبين في مباراة التي جمعتهما يوم الجمعة 7/3/1437. ومنطوق القرار، اولا عدم قبول احتجاج نادي النصر من الناحيه الشكليه، ثانيا مصادره رسم الاحتجاج لمصلحه صندوق الاتحاد العربي السعودي لكره القدم، وثالثا قرار قابل استئناف وفق الماده 126 من لائحه الانضباط. خلونا نطلع اعزائي المشاهدين الكرام لخبر يفرح الجماهير النصراويه ويتعلق بتسلم فريق النصر لرخصته الاسيويه. فقد تسلمت إدارة نادي النصر مساء اليوم من رابطة المحترفين الرخصة الآسيوية للمشاركة في البطولة الآسيوية بعد أن استوفى النادي كافة الشروط والمعايير. وقام بتسليم الرخصة لنائب رئيس النادي العميد فهد مشيقح، وفد من الرابطة مكون أستاذ طارق كيال رئيس لجنة التراخيص، وأستاذ عبدالعزيز الحميدي مدير إدارة التراخيص، وحضرة التسليم أمين عام النادي المدير التنفيذي للرخصة العميد خالد رشيدان، مساعد الأمين العام أستاذ محمد المسبل، ومسؤول الرخصة الأستاذ جعفر سبيل. أبو خالد، الخطوة هذه تحسبها لمين؟ إلزام الأندية بسداد مديونياتهم المتعلقة بمتأخرات اللاعبين؟ والله نحسبها الاتحاد الآسيوي عالج مشكلة يعني مالية في الأندية السعودية، بحيث ربط بين الرخصة وبين قيام الأندية بواجباتها تجاه منسوبيها وتجاه حقوق الآخرين. لكن في نقطة مهمة يا أخوي علي، وأتمنى تعطيني وقت فيها. للأسف الشديد إحنا أصبحنا الآن ننظر للإجراء العادي
انه منجز. يعني حصول اي نادي سعودي سواء النصر الاتحاد الهلال الاهلي هذا اجراء طبيعي، يفترض ان انديتنا طالما انها انديه محترفه ان تكون اجراءاتها كامله احترافيه، ويكون هذا الاجراء طبيعي جدا، مفترض من 3-4 أشهر أو 5 أشهر الموضوع منتهي. يعني الان اصبحت الاستبشارات والسجال بين الجماهير بكافه الانديه اصبح على مواضيع حقيقه أقل بكثير من طموحاتنا. لم نعد نتحدث عن البطولات، لم نعد نتحدث عن المنافسة وحضورنا القوي في المنافسات، أصبحنا نتحدث عن رخصة حصل عليها النادي، ترى نادي نجران ونادي الفتح ونادي حصل عليها قبل الأندية الكبيرة. يعني هذا إجراء طبيعي جدا، يعني ما هو منجز لا للأهلي ولا للنصر ولا للهلال ولا الاتحاد. المنجز أن نراهم يعني في منصات التتويج الآسيوي، المنجز أن نراهم مشاركين في أندية بطولة العالم، المنجز أن نرى منتخباتنا في أدوار متقدمة مؤهلة كأس العالم بطولات. لا نبحث عن إشكالات طيب. يعني أقل بكثير من الوسط الرياضي. هذا ردنا على ما ذكره أبو أحمد في نقطتنا، الاتحاد السعودي تحمل الإخفاق بالكامل للمنتخب الأولمبي. يا أخي المنظومة كلها حتى الأندية السعودية، ماذا قدمت الأندية السعودية؟ في كل مشاركاتها مخفقة. إحنا غايبين من 96 عن الأولمبياد، 20 سنة الآن بالكمال والتمام، الكرة السعودية غائبة، من يتحمل هذا؟ الجميع مسؤول، الجميع في هذا المنظومة مسؤول عن الإخفاقات، من أندية ومن إعلام ومن رئاسة عامة ومن لجنة أولمبية ومن اتحاد قدم وبرئاسة أحمد عيد أيضا يتحمل جزء كبير. يعني المسألة ما نقفها على اتجاه معين ونضع رؤوسنا في الرمال طيب. اتجاه الأندية الأخرى. اللعيب عفوا اسمح لي، اللعيب اللي انتقدناه منتخب الأولمبي لو أنه في الأندية ما في إعلام يتشجع وينتقدهم كما هو ينتقدهم عندما يكون بشعار المنتخب. طيب انت بدايه جوابك قلت لي الخطوه هذه تحسب الاتحاد الاسيوي، انت الخطوه تحسب المفروض لجنه الاحتراف، لا تحسب كنظام، كنظام. يعني اخويا خلف اكيد مطلع، الاتحاد الاسيوي لا يمنح الانديه الا اذا اوفى شروط معينه، بالتالي الانديه مجبوره او تنجبر على مثل هذه الخطوات، السداد، الاجراء معين، احتراف داخل الانديه. وهذا ايضا يحسب الاستاذ محمد بن همام، يعني رئيس الاتحاد الاسيوي السابق، هو من عمل تنظيم رائع ساهم في تطوير الكرة في القارة بشكل عام. يعني لا بد أن نسمي الأشياء باسمها. نحن الآن كأندية سعودية كرياضة سعودية لا بد أن نهتم بسمو طموحاتنا، ولا ننظر لرخصة ولا ننظر لقرار إيقاف، بس ولو يعني لازم يعني نستبشر. يعني حتى مسألة القرار لجنة الانضباط بخصوص كنعان، يعني موضوع بسيط جدا، كان بإمكان هذه الشباب تجاوزه صورة عابر الأمير فيصل بن تركي، وكان أيضا الأمير فيصل بن تركي مفروض يتجاوز تصريح عابر من كنعان كنعان طيب. لكن إحنا للأسف أصبحنا ننظر لما تحت أقدامنا. وضحت أبو أحمد، خطوة هذه تحسب لي على حسب معلوماتي انه الدكتور عبد الله البرقان هو من اول ما كان يدندن على نفس الخطوه هذه، قال احنا سوينا من الاشياء الخطوات الجميله انه الزمنا الانديه عشان تحصل على الرخصه انها تسدد مدونياتها تجاه اللاعبين، ام انه فعلا هذا شيء ملزم عليهم من الاتحاد السعودي؟ هي طبعا في المقام الاول هي اشتراط اسيوي، لكن لجنه الاحتراف هي جزء، لكن الجزء الاكبر هو عند لجنه التراخيص في رابط الدوري المحترفين، هي التي معنيه بهذا الامر. لكن شوف انا معليش اسمح لي، الان انت يعني حتى في بدايه الخبر قلت يعني خبر مفرح للنصراويين، اصبحنا حتى في الاعلام بشكل عام وربما تشاهد غدا بعض الصحف منشط تعريض ربما كبير، هذه اشياء للاسف الشديد حتى الاعلام السعودي اصبح يتعامل معها وكانها شيء يعني كبير جدا. تدري ليش؟ دقيقه بس، المشكله الان ولا الاحظ ونهول وفد يذهب من رابطة إلى نادي النصر ونادي الهلال ونادي الفيصلي ليسلم الشهادة. يا أخي وين؟ والله العظيم من المعيب جدا، أتحدى تجد مثل هذه الأشياء في قطر في الإمارات، أتحدى. أنا أتابع الصحف القطرية، بس لا تلوم الإعلام السعودي، لا ألوم الإعلام السعودي. ليش؟ علي لأنه احنا فرحانين للعيبة، ألوم الإعلام لا ما له دخل اللاعبين، ما لهم دخل اللاعبين يا أخي، مستوفين الشروط، معناته اللعيبة أخذوا راتبهم متأخرة، الرخصة كيان تجاري، ما له دخل، اللاعبين مسكين مساكين مظلومين. ويمكن امس انا قلت في احد البرامج النصر والاتحاد الى الان لم يسلموا اللاعبين رواتبهم حتى اكتوبر، وزد عليها شهرين، يعني 7 أشهر متاخره رسميا. مش تقول كلام جرايد. طيب ما لانهم لم يسجلوا اللاعبين حتى الان، لم يسلموا، يعني الرخصه ما لها دخل بالرواتب. تقول الان انت ليه؟ ما لها دخل. انت تقول تاخر الرواتب، ايوه، بالمقابل ما في رخصه. لا، تاخر الرواتب ما في تسجيل لاعبين،
طيب ما قصرت، ما في تسجيل لاعبين، ما سجل النصر والاتحاد لانه ما سدد باللاعبين، سدد لكن الرخصه الان ما لها دخل بالموضوع هذا. طيب رخصه اشتراطات رخصه اخرى مختلفه. بغض النظر يعني انا اقول الاعلام السعودي يتحمل مسؤوليه كبيره في يعني مسؤوله خطوات احقاق المهنيه يعني خطوات. شوف انا مع احترام شديد مثل هذه الاخبار مجرد عنوان وانتهى الموضوع، لا اعلق عليها، وفي الصحف السعوديه ممكن خبر صغير وانتهى الوضع. هذه اذا اردنا بالفعل ان يا اخي يفترض ان نبحر في انتقاد الاخطاء الاشياء الكبيره، يمكن ذكرك الاخ حسين بعض المعوقات الكبيره وبعض المشاكل والارهاصات والتعب والقهر والمشاكل التي تحيط بالكره السعوديه من التنظيم والاداره والمال، وتاخرت الرواتب الناس حقوقهم يا اخي. انديه الان هذه بعد نعرج عليها، انديه الان اذا كنا ننظر جميله جدا، اذا كنا ننظر بس اذا كنا ننظر بانسانيه لا اللاعبين الذين يعملون في الأندية، ليس اللاعبين، الذين يعملون في الأندية ليس عندهم دخل سوى رواتبهم التي قد تتجاوز 2000-3000، يجلسون بالسبعة 8-9 شهور لا يستمر رواتبهم، أعطي الأجيرة أجره قبل أن يجف عرقه. يا أخي سنة محمدية، يا أخي العزيز، أشياء كثيرة توجع القلب. طيب جميل، احنا بنفس الوقت والإخفاق وعود على إخفاق المنتخب. إذا أثرنا موضوع مثل هذا أبو أحمد، أنت تجيب كلامك الحلو هذا وتثير الرأي العام وتجذب الانتباه حول بعض النقاط، يعني نفس وقت ما اثرت انه بعض العاملين هذول اللي ما عنده دخل غير دخل الشغله بالنادي، هذا كلام جميل، فتعتبر هذه حسنه. انظر للجانب المليئة من الكوب. اللاعب الان خلينا نقول شيء، لا نطول بالمحور هذا، اللاعب ارضاء لغايتك. لا مش ارضاء لغايتي، انا اعلامي يا اخي العزيز، لذلك غيره الاعلام انه يناقش اشياء قويه، يهتم بالعناوين البارزه الحقيقه التي تستحق بالفعل تكون عناوين حقيقيه، مش عناوين فضفاضه. اقول لك يعني الان انا اعيب صراحه، اعيب على الرابطه ولجنه التراخيص انها تشكل وافد ليذهب بالرخصه الى كل الانديه مش نادي النصر فقط. يا اخي وين اصبحت منجز عند الرخصه؟ وعلى فكره ترى اخرت اكثر من مره، اجلت اكثر من مره، واعترف فيها الاستاذ طارق كيال اللي هو الان رئيس لجنه التراخيص، كان السابق طارق المهندس طارق التويجي، الان هو الاستاذ طارق كيال. أجلت أكثر مرة بسبب وبسبب 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 زين. وللأسف الشديد الدول من حولنا الإمارات تحديدا وقطر طيب لا تتأخر، إحنا نتأخر ثم نعتبره منجز. أخي منجز، لأنه إذا نفس لكن لا أعطي الموضوع مثل ما تفضلت إرضاء للاعبين على فكرة، وجهة نظرك واقعية، اللاعبين على فكرة، هو بدأ ترى أبو خالد اللاعبين على فكرة مع احترامي الأخ حسين، لاعب المنتخب الأولمبي متأخرات رواتبهم، متأخرات مكافآت في المنتخب الأولمبي حتى هذه الرحلة ما استلموها، من المسؤول؟ أنا طيب ولا نادي غير طيب ولا نادي النصر ولا نادي الاتحاد؟ طيب المسؤول اتحاد قدم، هذا مو موضوع يستحق الحديث عنه؟ إي بس كيف جبناها؟ كيف جبناها؟ لأن إحنا نريد أن نخرج من قوقعة الأخبار المغلفة هذه، الأخبار التي فقط شعارات بدون فائدة. خلي شعارات، هي شوف بنفس الوقت هذه مواضيع أنت ما تقدر تتجاهلها، لأنه بعدين وقت ما نطلب إنجازات من أقدام اللاعبين أنت تعرف إيش اللي خفايا الموضوع هذا كله، فلذلك إحنا لا تلومونا يوم نراه منجز مثل ما تفضل، نراه منجز لإعطاء الأجير حقه. لا علي شوف، لا يأخذ أكثر من وقت، عنده ملخصات مباريات اليوم. أنا رأيي ولك حق أنك ترفض ورأيك حط على عيني وراسي، لأنه فعلا منطقي، وهي الفكرة بدأها ترى أستاذ حسين الشريف، أنه فعلا يعني إحنا صرنا نستبشر وننبسط على 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 مستوى الإعلام وقت ما يعطى الأجير حقه بينما هو حقه يعني، لكن عاش بس ما يلام بعدين اللاعبين. أتدري أول إنه ما يأدون، أتدري من أول من تكلم عن المنتخب الأولمبي يتوقع مثل هذه الأشياء هنا في برنامج الجلسة أول حلقة كان معنا فيصل صالح بن خاع من دبي على الهواء لمدة ساعة ونص، وكل هذه الأشياء حذرنا منها وللأسف الشديد وقعت. وتجي بعدين تقول الإعلام مثل الإعلام عندما يقرأ التفاصيل قبل الحال قبل أن تقع فبالتالي يثنى الإعلام، هذا الدور الأول. الآن نعم. الآن ماذا يقولون؟ الإعلام إلى درجة أنه الإعلام السعودي حرم من متابعة المنتخب على أرض الواقع في الدوحة رغم وجود القناة الرياضية ووجود طيب. المصحف السعودية طيب. هل هذا عمل اتحاد قدم؟ الوقت بدأ يأكلنا، وفكرتك واضحة وفكرة جميلة جدا، لكنه بنفس الوقت احنا حاولنا نتلمس جميع الأطراف فيما يتعلق بتفاصيل كل خبر. واحد من المستجدات عندنا في حلقة هذا المساء، مستجد يعني نقدمه لكم، ولا مباراة لعبت أمس جمعت ما بين فريقي النصر وفريق الدرعية، أجرى زميلنا مراسل برنامج الملعب مهند الحميد أجرى بعض اللقاءات نبدأها ونستعرضها احنا وياكم بشكل تدريجي. خلونا نبدأ أول شيء باللقاء الذي أجرى مع صاحب السمو الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر.
سمو الأمير، في البداية أرحب بك، ألف مبروك، قدمت مستوى ونتيجة جميلة اليوم، هنقول إن شاء الله النصر بيتغير في بداية الدور الثاني. والله إن شاء الله هذا اللي نأمله إن شاء الله، إحنا كلنا ثقة باللاعبين اللي موجودين عندنا وبالجهاز الفني، إحنا بس نبغى الجمهور يأزر الفريق وإن شاء الله الفريق بيقدم مستويات المرجوة. جميل. اليوم شفنا ايضا عوده ابراهيم غالب، شفنا ايضا عوده كثير من اللاعبين، بس انت كنت متخوف من شغله زي لعب الخشب مع عمر فيلبي، خصوصا الفرق هذه ما عندها شيء تخسره فتلعب، فكنت تحذر هذا الشيء. لا يعني ما ودنا، يعني كان ودي انه شفنا باللاعب ياخذ كرت اصفر من خشونه يبدا يتحفظ، فعشان كذا كان ودي من بدايه المباراه. ماركينوس ايش وضعه؟ هل هو لياقي؟ كان عندهم اجازه بعد الدوري البرازيلي 25 يوم، عندهم الدوري البرازيلي انتهى فيه. فعكسنا يعني، فأي لاعب لازم ياخذ اجازه على الاقل شهر، فالحين بس لياقي يعني بيكون جاهز ان شاء الله، يمكن يشارك مباراه هجر يكون في الاحتياط. سمو الامير توضيح، بعض الاخوي الان طلعت قبل المباراه عن نايف الشزازي، غيابه فني بحت. فني بحت يعني اليوم لاعب مهاجم واحد، يعني نايف بيلعب، كلهم بيلعب عندنا في الفريق، له بطولات كثيره. غيابه فني. جميل. طبعا انا عارف انك مزعج عشان مباراه برشلونه. اخيرا طبعا حرجع لماركينوس، ماركينوس شخصيا انا واكثر من متابع اللاعب تطور كثيرا عن جيته الاولى. رجعتوا تقريبا انتم مقتنعين فنيا فيه، ليس كلام اللي طلع انه ديون وما ديون. لا شوف يعني انا ذكرتها البارح، ما ادري اذا ذكرتها لك ولا لا، لكن ذكرتها عده قنوات شقيقه. احنا كنا نقدر نبيع اللاعب بخمسة مليون، يعني والديون بنسددها وكل شيء بنسدد، لكن فضلنا القيمه الفنيه للاعب صراحه. يعطيك العافيه. شكرا. مهند الحميد بعد كذلك اخذ بعض اللقاءات مع بعض لاعبين نادي النصر، خلينا نطلع ونشوف اللقاءات. الف مبروك. الله يبارك فيك يا رب، وفعلنا الفوز باذن الله، كاس الملك كان باذن الله. نتيجه حلوه 7-0. اكيد حلوه بالرجوع المصابين كلهم، والله يوفق النصر باذن الله يا رب. يقول النصر ثاني. والله الف الف مبروك نادي النصر، وش اسمه نقول ان شاء الله ولدتي ان شاء الله برضو تاخذ كاس الملك. هذه جت مباراه النصر. والله انا مع الصفرين صراحه. الف مبروك. الله يبارك فيك. كيف شفت المباراه؟ والله مباراه جيده، وان شاء الله يكون على المستوى هذا ان شاء الله، القادم افضل ان شاء الله. تغير النصر كثير ان شاء الله، يكون على المستوى هذا بعد عوده المصابين ان شاء الله. لقاءات مثل ما شفتوا كانت مع الجماهير، الان مع اللاعبين. استاذ فهد مشايخ، نائب رئيس نادي النصر، اول شيء نرحب فيك عبر القناه الرياضيه. كلمه لجنود من البواسل الموجودين على حدود المملكه لحمايه البلد. اولا اهلا وسهلا بكم في نادي النصر. رسالتي للابطال على الحد الجنوبي، انا اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يسدد رميهم، واحنا مقدرين تضحياتهم، احنا ننام هم يسهرون على الحدود، وان شاء الله نحن اصحاب حق، وان شاء الله ان لم ننتصرون باذن الله. الكابتن حسين الغنوي، شي راح فيك عبر القناه الرياضيه، لو تقول لنا كلمه للجنود من البواسل اللي موجودين في الحد الجنوبي. بسم الله الرحمن الرحيم. والله شوف صعب انك تقول كلمه، يعني اول شيء ندعي من ربنا يثبتهم وينصرهم ان شاء الله، وهم فخر لنا. ولولا الله ثم هذول الناس ما كان احنا في الامن اللي احنا موجودين فيه، ونتمنى بالفعل ان احنا من جميع الشعب السعودي انه ما ينساهم بالدعاء. نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله، وربنا ينصرهم ويثبتهم. يعني بصراحه انت صعب انك انت تتكلم عن الشيء اللي هم بيحسوا فيه والشيء اللي هم بيمروا فيه، فانا اتوقع انه ما لنا غير ان احنا ندعي لهم انه ربنا ينصرهم، ونشكرهم على 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 كل شيء بيسووه لوطنهم، وهذا الشيء مو غريب على ابناء الوطن، بالعكس يعني هذا الشيء المتوقع، هذا الشيء المعروف. فنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله، وربنا يرجعهم لاهاليهم سالمين غانمين باذن الواحد الاحد. كابتن عوض، شيء رحب فيك عبر القناه الرياضيه، لو تقول لنا كلمه للجنود البواسل الموجودين على حد الجنوب. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، احب اشكر الله سبحانه وتعالى واشكر جنود البواسل على الحد الجنوبي، الله يعطيهم العافيه ان شاء الله، ورد يردهم ان شاء الله لاهلهم ان شاء الله سالمين باذن الله. اسال الله سبحانه وتعالى ان ينصر جنودنا البواسل، وهم قاعدين يحققون انجازات، هذه الانجازات اللي تقود الوجه. اسال الله سبحانه وتعالى ان يسدد رمهم وان يحفظهم اينما كانوا.
اليوم أعزائي المشاهدين الكرام استنفت مباريات كأس الملك بأربع مباريات، شهدت هذه المباريات هذا اليوم العديد من المفاجآت. بدأها فريق الحزم ثم استطاع أن يخرج فريق الفتح بنتيجة 1-0. مباراة ثانية جمعت بين الجيل والفيصلي، الجيل كذلك من دوري الدرجة الأولى استطاع أن يحقق ثاني مفاجأة بإخراج فريق الفيصلي. النهضة كاد أمام الهلال أن يحرج فريق الهلال وأحرجه كثيرا، لكن كاد أن يخرج الهلال. والمباراة الأخيرة جمعت ما بين الأهلي والطائي، الأهلي ما نقدر نقول عنه إلا أنه فريق الأهلي فريق فارق من جد. خلونا نطلع عن مشاهدة ملخص المباراة التي جمعت ما بين فريق النهضة وفريق الهلال ونعود بعدها للتعليق. المدرب اليوناني في مباراة اليوم ومع انطلاق الصافرة الحرب السعد يلعب كرة طويلة، محاولة خطيرة أمام المرمى، جول جول إدياكيتي يسجل أول أهداف المباراة. النهضة يسجل أول أهداف في المباراة، قلنا نعم كأس خادم الحرمين الشريفين ومباريات الكؤوس دائما ما تحضر فيها المفاجآت. شوف الآن، شوف الكرة اللي انقلت، اللعبت وبخطأ بخطأ 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 اعتقد من جحفلي، اللعبت وتسجلت. شوف دياكيتي لعب الكرة، اللاعب الموريتاني لعب الكرة، شوف الخطأ. فيصل درويش أخطأ في عادة الكرة وأمام دياكيتي تخطئ، وبالتالي يكلف الهلال هدف أول. 1-0 مقابل لا شيء للهلال. يعطي إشارته، إدواردو انطلق، الزوري تقدم يلعب العرضية، من يتابع من يكم، الله دقائق أخيرة وقبل نهاية المباراة. محمد جحفلي على أوقاته، بعد ما عادت محمد جحفلي سجل هذا الموسم أيضا في دقيقة أخيرة أمام هجر، وباللحظات الأخيرة لا يظهر إلا جحفلي. وأسامة الحمدان ما قصرت، قدمت مباراة سيذكرها الجمهور السعودي بثقافة الهلال وببطولات الهلال. عاد إلى المباراة، لكن شكرا للمارد الذي نحن. خلونا نطلع ونشاهد كذلك ملخص مباراة الجيل مع الفيصلي، والجيل إذن مثل ما قلت قبل شوي استطاع أن يفوز ويخرج الفيصلي. بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الأحبة في كل مكان، عبد الله محمد اللاعب المعار من فريق الأهلي، كرة خطيرة أمام المرمى، أول كرة كانت من أبي الكمارة وكذلك فهد الصقري وكمارة أخذ المساحة، حاول لعب الكرة ولكن التغطية كانت حاضرة والإبعاد، والحكم الرابع محمد أدقاش، ولكن نبقى مع هذه الكرة خطيرة للجيل، هل تكون المفاجأة؟
كادت أن تكون المفاجأة من عبد الرحمن الدباس. لاحظ الكرة بالإعادة بالبطيء، استلمها ولكنها كانت أطول من اللازم، وبالتالي تذهب الكرة وتغادر إلى خارج الميدان وإلى ضربة مرمى في اللقاء. ضربة مرمى في اللقاء سواء للجيل أم للفيصلي، وأول ركلة من أنصيب الجيل وبالتحديد للاعب عبدالله اليوسف. اليوسف والنجعي في مرمى عبدالله، اليوسف النجعي، اليوسف يفتتح التسجيل. الكرة الأولى للجيل أبيل كامارا. أبيل كامارا، 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 ومصطفى كامارا، جول 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 جول. التعادل للفيصلي. هو وسام سويد، وسام سويد للفيصلي. إذا ما سجلها فإنه سيضع الجيل ولاعب الجيل تحت الضغط. وسام جول. والمباراة الأخيرة التي لعبت هذا اليوم جمعت ما بين فريقي الأهلي والطائي. الأهلي استطاع أن يفوز بثلاثة صفر. وجولات في عالم كرة القدم السعودية. سومة وعماد، هنشوف عمر وعماد، وعمر يسجل الأول. العقيد يخطف الأول من ركلة جزاء لمصلحة الأهلي، وتعظيم سلام لعمر السومة اللي بيسجل الأول لصالح الأهلي في الدقيقة 22. أيوة، الأول لعمر السومة، وتعظيم سلام من مدرج المجانين لعمر اللي بيخطف الأول. عمر وبيريح قلب جماهير الأهلي بهدف أول. حلوة عمر السومة، راح على الناحية اليمنى عماد عبد الله وهو حطها في الزاوية اليسرى بامتياز للعقيد عمر السومة اللي بيسجل الأول لمصلحة الأهلي. في الشمال لسلمان، قدامه مساحة لكن يلعب عند منصور الحربي. منصور يلعب عرضية حلوة، السومة. غدا مشيت الأهلي ستلعب مباراتان، الأولى ما بين الرايد والفيحة الساعة 43 دقيقة، ومباراة الثانية تجمع بين النجوم ونجران. وأحمد، كيف شفت المفاجآت اليوم؟ ربما أن الوقت لا يسع بالكلام كثير، لذلك بتكلم بشكل عام. أولاً مباراة فرق الدرجة الأولى جاهزة 100% أنها تلعب في الدوري، وبالتالي في كامل عافيتها، في كامل صحتها، بينما فرق الدوري محترفين الدوري عبد الله الجميل عندها توقف، وبالتالي عندها نوع من ربما ضعف الانسجام حتى. هذه واحدة من النقاط المهمة في بعض المفاجآت اللي حدثت، حتى أن النهضة كاد أن يفجر مفاجأة كبرى. وصراحة كان أيضاً قدم مباراة جميلة جداً وقوية، باستبسل أيضاً حارس الصراحة بشكل كبير. طيب، لكن طبعاً دونيس كرر أخطأه في الدفاع. طيب، الأهلي في من أجمل ما في المباراة عودة منصور، وأيضاً هو اللي عكس كرة جميلة جداً وجاب منها أيضاً السومة هدف الثاني بالرأس. وأيضاً عودة السومة أنا أعتقد أنها من أشياء مفرحة، لأنه نجم كبير جميل. بالذات منصور أيضاً كواحد غاب فترة طويلة. حلو، هذه من الإيجابيات في أبو المباريات. خالد، إذا يسعفنا وقت 20 ثانية. والله اعتقد يعني بالنسبه للهلال والاهلي يعني حضورهم مهم في كاس الملك، يعني اعتبرنا ودنا البط، يعني شايفين المفاجات يعني عامله شغله في الفرق. فالاهلي لا تاهل او تجاوز النقطه هذه، ربما الاهلي يعني تابع الاهلاوي تابع مباريات الجيل وتابع مباريات الحزم، وايضا بالنسبه للهلال ربما خرج من انقذ الدجاجه بعد توقف الطويل الموضوع فيه. اشكرك استاذ حسين الشريف على حضورك معنا في حلقه هذا المساء، وشكرا يمتد كذلك لك أستاذ خرف ولفي على حضورك معنا في حلقة هذا المساء. شكرا يمتد لكم أنتم كذلك أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة. نلقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة القادمة. تصبحوا على خير.